صباح الخير ويا صباح الجمال على جميع مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النهار، وحلقة جديدة من برنامج صورة وبصمة. رجعنا لكم تاني بعد العيد وحشتونا جدا 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 جدا. خلونا في البداية ارحب بزميل عزيز محمود نبيل. ازيك يا محمود؟ الحمد لله يا مونيكا، وصباح الفل عليكي، وصباح الفل على كل السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. والحقيقة مبسوطين جدا ان احنا رجعنا لكم تاني بعد الاجازة، واوعدكم ان شاء الله ان احنا الفتره اللي جايه هنقدم لكم فقرات هتبسطكم جدا. ايه الاخبار؟ معانا ايه النهارده؟ انت عندك ايه النهارده؟ قول لي. والله انا عندي النهارده جوله مهمه جدا في معرض اساس دمياط اللي عملته قبل العيد، وكان ناس كتير جدا سالتنا عليه، فعندنا حلقه ان شاء الله وفقره مميزه جدا. انت معاكي ايه بقى النهارده؟ انا عايزه اقول لكم ان النهارده ان شاء الله هيكون معانا فقره خاصه بدكتور الاسنان، فاي حد عنده مشكله بيعاني منها من الاسنان الفقره دي هتكون مفيده جدا ليه. ومعانا خبر مهم جدا، في تعاون مثمر بين مدرسة جيت واي ومؤسسة تشانس، تم افتتاح وحدة جديدة خاصة لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع غيرهم من الأطفال، ويمكن دي أول وحدة دمج من هذا النوع في مصر. أسيبكم مع التقرير ونرجع تاني على طول. احنا موجودين هنا عشان نوفر الأحقية لكل طفل في الحصول على التعليم والدمج، بعد ما يعني عشنا مع ولادنا كلها يعني الموجودين او بيتلقوا العلاج عندنا مرحلة الرفض والبحث عن المدرسة او المؤسسة التعليمية اللي تقدر تديهم التأهيل الكافي، فاحنا موجودين هنا عشان نوفر لهم الدعم ده بالشكل المناسب وبأحدث يعني احدث الايفيدنس بيست ابروتش، هي تحليل السلوك التطبيقي. مدرسه جيت واي حقيقه عملت بروتوكول تعاون مع تشانس، مركز متخصص في علاج ذوي الاحتياجات الخاصه، والتركيز الاكبر على ذوي الاحتياجات الخاصه في مجال التوحد. دي عباره عن شراكه في القسم الجديد اللي هو SEN. القسم الجديد هو اللي هيتعامل مع تأهيل الأطفال ودمجهم فيما بعد. الهدف الأساسي هو دمج الطفل في فصل عادي والتعامل بشكل عادي مع بقية الأطفال والنمو بشكل عادي إلى إن شاء الله الجامعة وما بعد ذلك، بحيث يكون مستقل في حياته إن شاء الله. لازم نؤمن إن هم قادرين على التعلم، ولو ما أمناش كإدوكيترز إن الولاد دول لهم الحق، ده رقم واحد، وإن هم قادرين على التعلم، إحنا مش هنقدر نعمل كده، مش هنقدر نعلمهم في الآخر. التعلم شيء حق لكل إنسان على وجه الأرض، وأكيد كل واحد هيتعلم بقدراته. إحنا كلنا مختلفين، وكل واحد فينا يستحق الفرصة إن هو يبقى في بيئة حاضنة ليه، يقدر يفهمه، يقدر يشتغل على كل الجوانب التعليمية الحسية في الكالتشرال والإيموشنال، وبالتالي الشخص أو الطفل الصغير يقدر يبقى فعلا مندمج وسعيد بأن هو بيتعلم. احنا طبعا نتمنى ان احنا نقبل اكبر عدد ممكن من الاطفال، ولكن عشان نقدر نقدم السيرفيس بتاعتنا بمعايير عالميه فاحنا بنقبل بس 8 اطفال جوه الكلاس روم، وعندنا 5 فصول، بمعنى ان احنا الساعه العدديه للعام الدراسي الجاي 40 طفل. للاسف احنا طبعا بنسعى مع اداره المدرسه وان احنا ان شاء الله بعد ما نحقق نجاح ملموس على ارض الواقع هنبدا ان احنا نوسع التجربه بتاعتنا ونقبل عدد اكتر من كده من الاطفال، ولكن العدد حاليا هو 40 طفل. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، والحقيقة الفقرة دي مهمة جدا لكل شخص بيتفرج علينا دلوقتي. دايما لما بنقابل حد لأول مرة أول حاجة بتشدنا فيه هي ضحكته وأسنانه، ولو أسنانك فيها مشكلة بتحس إن ثقتك في نفسك مهزوزة أو بتخاف تضحك أو تبين ساعات أسنانك. وعشان وجع الأسنان من أصعب الألام اللي بيتعرض ليها أي شخص، زي مثلا التسوس أو ممكن مشكلة في اللثة، واللي
بتظهر دايما مع تناول المشروبات سواء كانت الباردة أو السخنة. ده غير كمان إن ابتسامتنا هي أهم حاجة، وفي ناس كتيرة جدا هتلاقيهم بيعانوا من مشكلة عدم تناسق الأسنان، واللي بقت تتعمل دلوقتي بكل سهولة بوضع تقويم للأسنان لمدة معينة وبعد كده بيتشال. وفي ناس كمان بتعاني برضو بفقد بعض الضروس والأسنان اللي بقت تتحل دلوقتي بعمل الزراعة. وعشان نعمل كل ده لازم نروح لطبيب يكون موثوق فيه عشان يحدد لنا نوع مشكلتنا بكل سهولة. عشان كده مشرفنا النهارده ومنورنا الدكتور محمد حاتم طبيب الاسنان. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا استاذ رانيا، نورتني. بنور حضرتك. مبسوط انك معانا النهارده. انا مبسوط ان انا مع حضرتك النهارده. تسلم. لسه كنت بقول في المقدمه ان بعض الناس بيبقى عندها عدم ثقه في نفسها لو اسنانها فيها مشكله. انا هديك مثال. مثلا انا عايز اقول لك ان مثلا معظم صحابي لما بيتقدم لهم عرسان والله العظيم بيختاروهم على اساس اسنانهم. يعني انا مثلا اسمع ناس لا ده تخين، لا ده رفيع، لا ده طويل، لا ده صغير، عارف؟ انما مشكله السنان دي بالنسبه لهم اللي هي يا جماعه في اول بجد؟ حاجه عيني بتروح لها. اول حاجه عيني بتروح لها الاسنان. ده حقيقي، هي حاجه مهمه جدا. عشان كده معظم الناس دلوقتي بدات ثقافتها ان هي تهتم بالاسنان اكتر، وان هي تحاول تحافظ على اسنانها اكتر بغض النظر عن موضوع الالم، طبعا لان الم الاسنان لا يحتمل يعني، بس كشكل حتى الناس بدات تكتسب الثقافه دي كتير الحقيقه. ده حقيقي. ظهر مؤخرا بقى نوعين في الاسنان اللي هو التركيبات، يعني في فينيرز وفي حاجه اسمها هوليود سمايل. اوكي، قول لي الفرق ما بينهم. انا بحس ان هما واحد. مش يعني الفرق ما بينهم، الناس عارفه ان هما واحد يعني. هو ببساطه هو طبعا دي من الاخطاء اللي هي شائعه كبيره قوي، ان الهوليو سمايل هي معناها ان انا بحاول اوصل او الوصول للابتسامه المثاليه. اوكي، الابتسامه اللي تليق عليا، مش الفينيرز يعني، مش القشره هي الهوليو سمايل. الهوليو سمايل ممكن نوصل له حتى بحشوه، لو سنه مكسوره عملنا لها حشوه عاديه ده هولي سمايل. ممكن لو ان حد عنده ابتسامه لثويه، او ان هو يعني ايه ابتسامه لثويه، في جزء كبير اثناء الضحكه في جزء كبير من اللثه بيظهر مغطي على السنتين، فاحنا باجراء بسيط زي قص اللثه بالليزر او الكلام ده كله ده هولي سمايل احنا وصلنا له. في ناس ممكن تكون محتاجه تبييض للاسنان هتوصل للهولي سمايل يعني. وفي المرحله الاخيره بقى، ان احنا لو مش قادرين ان احنا كل الحلول دي ما عالجتش المشكله اللي احنا عايزينها. اسال بس في الحته دي، يعني الناس ممكن يكون اسنانها اوريدي كويسه بس مش محتاجه غير ان هي تبيض اسنانها ويبقى عندها الهوليود سمايل رباني يعني. الفكره ان انا الهوليود سمايل ان انا ابقى مبسوط بضحكتي، ان انا وانا ماشي ما بقاش مكسوف، ان انا عندي ثقه بنفسي ان ضحكتي كويسه. مش معناه ان انا مضطر ان انا اجي ابرد الاسنان او ان انا اركب فينيرز. الفينيرز جزء من الحلول انما مش هي الهوليود سمايل كلها. فينيرز او كراونز ايا كان بتبقى على حسب الحاله وعلى حسب بنحاول ان احنا بيبقى ليها متطلبات معينه، وبعد الكشف بيتحدد زي ايه يعني. ايه المتطلبات المعينه اللي يعني على حسب العضه بتاعه الاسنان مثلا؟ دي حاجه بسيطه جدا، ان انا هل ينفع ان انا اركب فينيرز ولا كراونز؟ يعني هل انا هعمل فينيرز اللي هي قشره خارجيه للاسنان، او هل هعمل كراون ان انا ابرد السنه كلها بالكامل واغطي السنه بكفر طربوج بصفه عامة؟ اوكي، يعني فاهمه قصدي؟ فده بيتحدد حاجات كتير ليها اسباب كتير قوي. تمام، بس هي الفكره كلها ان المفهوم الغلط ان الناس دايما معظمها بتفتكر ان الهوليو سمايل ان انا اعمل سنان بيضاء على اسناني كلها او تركيبات بيضاء على اسناني كلها فكده انا وصلت هوليو سمايل. ده طبعا معلومه غلط طبعا. اوكي، طب ايه الفرق ما بين التركيبات اللي هي التجميليه وتبييض الاسنان؟ تمام، التركيبات التجميليه اللي هي زي الفينيرز او الكراونز بيبقى فيها منها انواع، او باختلاف الحاله زي ما قلنا على حسب الكشف. ده بتبقى حاجه ثابته بنركبها على الاسنان لونها مش بيتغير، بتبقى من ماده لونها مش بيتغير وبتعيش مده اطول بكتير من تبييض الاسنان. تبييض الاسنان بيبقى حاجه بسيطه جدا، بيبقى عباره عن اجراء ان انا بحط بعض المواد على الاسنان بتفتح الاسنان لدرجتين او ثلاثه على حسب الحاله وعلى حسب هل الشخص اللي قدامي هيقدر يحافظ عليها قد ايه، سواء بقى لو عنده طبعا تدخين او شاي وقهوه كتير او الحاجات دي كلها، دي كلها بتقلل من المده. وبعد كده السنه بترجع او الاسنان او الضروس بترجع بنسبه كبيره نفس لونها الطبيعي. انما تركيب الاسنان او الفينيرز او الكراونز انا بقدر اتحكم في اللون كله، سواء خصوصا لو هنعمل تجميل بشكل كامل يعني. بقدر بتحكم في اللون، اللون مش بيتغير خالص، اللون بيفضل معايا، الاسنان بتعيش معايا فتره اطول، بقدر احافظ عليها فتره اطول. بس اهم حاجه ان هي تكون معموله بطريقه صح.
طب بالنسبه للتركيب، هل هو بيتطلب مثلا برد الاسنان او هي برضه دي مهمه جدا؟ ايوه ده سؤال حلو قوي، ده سؤال حلو قوي. الناس كلها بتفتكر ان برد الاسنان عباره ان انا باخد السنه بصغر حجمها فبتبقى ضعيفه. طبعا هو الصح ان انا البرد ده بيبقى ليه مقاسات معينه، بدخل على قد حجم التركيبه اللي انا ركبها سواء الكراون او الفينير. طبعا الفينير ان انا مش بحتاج ببرد، هو بيبقى تخشين قوي، تخشين بسيط او برد بسيط من الجزء الخارجي من السنه. حلو. الكراون ان انا بابرد الاربع او الخمس جوانب بتوع السنه بحيث ان انا بصغر حجم السنه على قد حجم الكراون وبركب عليه برضو بحيث ان الاسنان او الضروس تبقى محافظه على نفسها وتبقى قويه تستحمل ان هي تعيش معانا. ما شاء الله. طب يا دكتور انت بتعمل ايه في الموضوع بتاع البنج ده؟ اصلا ببقى دايما عندي مشكله رهيبه يعني انا مثلا ممكن تكون اسناني بتوجعني بس انا خايف اروح للدكتور عشان الابره. مش لوحدك، يعني كل الناس كده، كل الناس يعني مشكله معظم الناس مع حقنه البنج. هو دلوقتي الموضوع اختلف كتير، بيبقى فيه طبعا قبل حقنه البنج ان احنا بنحط جل او توبيكال، ده بنج موضعي للاسى بحيث ان الموضوع يبقى اهدى. بعد كده بندخل التكنيك بتاع الحقنه نفسها، ان انت تدي الحقنه ان انت تكون مدفيها كويس وتدي الانجكشن بتاعك بالراحه علشان الموضوع يبقى اسهل، ما يبقاش فيه بين زي للبيشنت. دي حاجه من الحاجات اللي بتفرق جدا مع البيشنت، ان هو انا خدت حقنه البنج وما اتوجعتش. دي حاجه بتزود تراست بتاعت البيشنت في الدكتور نفسه، يعني الثقه بتاعت البيشنت في الدكتور نفسه ان هو بيبقى مطمن للمكان. اوكي. ما انت عارف ان دي حاجه من الحاجات اللي كانت بتقلقني من زمان، ان انا كل الناس كده المشكله مشهوره. والله العظيم بترعبني يعني سو فور لحد دلوقتي يعني مرعبه بالنسبه لاي لكل حد الناس. بس ان زي ما انت ما بتقول الموضوع اختلف عن زمان، يعني اختلف كتير طبعا. التكنولوجي والحاجات الجديده اللي نزلت في كل بقى في كل التخصصات، مش موضوع بنج او غيره، في كل التخصصات الاسنان ساعدت ان انت تعمل شغل كواليتي اعلى جدا وفي وقت اقل كتير جدا. طب يعني عظيم جدا. طب يا دكتور في ناس بتبقى حابه ان هي تعمل الهوليود سمايل تمام، ولكن موضوع العجينه بقى يضايقهم في بقهم، يعني صعب قوي، تحس انت لازم تفتح بقك على محتاج رد زرجينه بعدها عشان ترجع تتكلم عادي. طبعا ليه حل. طبعا في ناس كمان اصلا ما بتستحملش ان العجينه دي تدخل بقها، يعني بيحصل لها مشاكل كتير. في ناس حجم الفك عندها بيبقى صغير فما تستحملش المقاسات دي. دلوقتي طبعا الموضوع ده اختلف، هو بقى حاجه اسمها انترا اورال سكانر، ده عباره عن جهاز كاميرا ببساطه كده، ببساطه كاميرا بتدخل تصور بق حضرتك. الجهاز ده موجود هنا في مصر؟ الجهاز ده طبعا جهاز موجود في العياده اوريدي. طبعا يعني هو موجود عندنا. بس كاميرا بتدخل تصور بق حضرتك بدل العجينه وبدل المقاسات الامبريشنز اللي احنا كنا بناخدها زمان، التعبيرات. بالظبط. المقاسات اللي كنا بناخدها للاسنان والعجينه والحاجات دي. أوكي. لا دلوقتي كاميرا بتدخل تصور الفك العلوي والفك السفلي والعضه بتاعت حضرتك، وانا بكل بساطه ببعتها الميل للمعمل يعمل الكراون او التركيبه بتاعت حضرتك وبنيجي نلزقها على طول. يعني الموضوع بقى ابسط مما تتخيل. ده موضوع بقى هو مش موجود في كل العيادات طبعا لان هو تكلفته ممكن تكون عاليه شويه، بس لا هو متاح عندنا يعني في العياده. طيب في مثلا حد يجي يقول لك دكتور مثلا انا باكل على جنب واحد علشان الجنب الثاني فيه الام تمام فبتجنب الاكل عليه، ده صح ولا غلط؟ ده اكتر حاجه غلط في الدنيا. يعني انا دي حاجه بعتبرها ليه انسان يعمل في نفسه كده اصلا. يعني ممكن عشان شويه الم بسيط علاجها يكون حاجه بسيطه سواء بحشوه او لو في وجع او لو ما فيش دروس حتى نلجا لموضوع زي الزراعه او التركيب ايا كان، ان انا اسيب جنب كامل يزيد فيه التسوس ويزيد فيه الالتهابات ويبوظ مني واكل على جنب تاني وياثر على الفك وياثر على العضه، كل ده غلط طبعا. من الحاجات اللي هي مش بشوف لها سبب ان انسان يعمل في نفسه كده بصراحه. انا عايز اقول لك ان هي اصلا في البدايه بتبتدي يا جماعه بحجم صغنون جدا اللي هو ممكن يتلحق يعني بحشو صح؟ طبعا انا دايما بقول لهم ان كل ما بنلحق الحاجه او المشكله بدري كل ما الاجراء اللي هندخله هيبقى اقل بكتير وكل ما التكلفه هتبقى اقل بكتير. اما التكلفه لما نيجي نعمل مثلا حشو مثلا للسنه بتكلفه صغيره عكس ما احنا نروح بقى السنه بقى طوع خلاص او الدرس يقع والتكلفه بقى نعمل زراعه للاسف للاسف الموضوع هيتطور. طبعا للاسف في ناس بتسيب السنه لحد ما تتدمر خالص ويجي بعدها للدكتور ما بيبقاش قدامنا حل. انا طبعا انا يعني ايه
بحب نحافظ على الاسنان يعني باقصى شكل ممكن. ما بحبش موضوع ان احنا نستسهل في موضوع الخلق او يلا نخلع بسهوله، لا، طول ما سنة نقدر نحافظ عليها وهتعيش معنا او البيشنت هيستفيد بيها نقدر نعمل كده. فطبعا في ناس كتير بتسيب اسنانها لحد ما تبوظ وبتيجي ما بيبقاش في ايدينا نعمل حاجه للاسف يعني، فبنضطر نخلعها. وده غلط. ليه بقى؟ لان هم ما بيستخدموش الفرشه والمعجون من هم صغيرين زي ما ماما كانت بتقول لنا. ويتابعوا مع دكاتره الاسنان كل فتره يطمن قبل ما المشكله تظهر اصلا نعالجها. طب كلمني يا دكتور عن مفهوم حشو العصب. تمام. وهل هو ليه الام ام لا؟ تمام، اوكي. يعني قبل ما نتكلم على موضوع حشو العصب احنا عايزين نفهم بس تكوين السنه نفسها والضرس نفسه بيبقى عباره عن ايه. اوكي. الضرس نفسه او السنه بتبقى عباره عن ثلاث طبقات. اول طبقه اللي هي الانامل او المينا بصفه عامه، دي اول طبقه بتبقى طبقه قويه هي اللي ظاهره في بقنا، بيبقى فيها نسبه عاليه من الكالسيوم بتقدر تحافظ على السنه او الضرس. بتقدر تحافظ ان ما يحصلكش حساسيه او الكلام ده كله، او يحصل لك اي مشاكل او التسوس فيها بيبقى اقل شويه واضعف شويه في الانتشار بتاعه. بس طبعا لو اهملنا وسيبنا الاثنين بيبدا التسوس ده يوصل لتاني طبقه اللي هي الدنتين او العاج، دي طبقه بتبقى اضعف شويه. قبل ما تكمل بس الجمله دي انا عندي سؤال يعني حبه فضول، يعني السنه عشان توصل لمرحله التسوس بتاخد وقت قد ايه يعني؟ لا دي بتختلف من انسان للتاني على حسب اهتمامه باسنانه وعلى حسب المشكله اللي حاصله فيه، دي ما بيبقاش ليها نسبه معينه. احنا لو اهملنا في اسناننا وما حافظناش عليها وما تابعناش مع الدكتور، نعمل نرجع للدكتور الاسنان بتاعنا كل فتره على الاقل كل 6 شهور اللي هو الكشف اللي هو التشيك اب عادي. بالظبط، التشيك اب عادي. بنروح نطمن على اسناننا، بنعمل حاجه اسمها تنظيف جير او ازاله الجير هنتكلم عليها، ده بيحافظ على اسناننا والدكتور بيبص هل في اي مشكله بنلحقها من بدري. طب بالنسبه لحشو العصب هل ده مثلا بيخلص على جلسه واحده ولا لازم اخد له كذا جلسه؟ بيخلص على جلسه واحده. ما انا كنت عايز اكمل لحضرتك البوينت ديت ان احنا الطبقه اتفقنا ان اول طبقه اللي هي الانامل دي المينا اول طبقه في الاسنان، الثانيه اللي هي الدنتين اللي هي العاج، الثالث طبقه اللي هي العصب او البلب. احنا بنبدا نحس بالوجع امتى؟ لما التسوس ينتشر شويه العصب. يوصل قريب من العصب في الطبقه الثانيه، وطبعا الوجع الغير محتمل اللي احنا بنوصل له اول ما يوصل للعصب. تمام. هي فكره العصب ان هو بيبقى عباره عن قنوات جوه الجذور احنا بنحاول ننظفها، بتبقى ليها طريقه معينه بتكنولوجي معينه. طبعا الموضوع الابر والحاجات اللي كنا بنستخدمها زمان دي دلوقتي بنسبه كبيره مش موجوده طبعا. في حاجات تكنولوجي اعلى شويه زي الكمبيوتر جهاز فايلز روتري ان هي بينظف اكتر. في حتى الطريقه اللي احنا بنعالج بيها العصب بقت مختلفه تماما، بقت تدينا بتقلل نسبه يعني الفيلير. يعني قول لي الاختلاف دلوقتي عن زمان، يعني زمان كنا بنعمل ايه ودلوقتي مثلا بقينا نعمل ايه؟ اقول لحضرتك حاجه بسيطه، احنا دلوقتي يعني خلينا نبسطها على الناس. زمان كنا بنحط حشو العصب بان احنا بنقعد نحط الحشو ونضغط جنبه جامد ونحط كذا واحده والكلام ده كله. دلوقتي الموضوع اختلف كتير، انا بدخل احقن حشو العصب ده جوه الكنال. فبيديني حشو عصب احسن بنتيجه احسن لكذا سبب. اولا الفويدز او الفراغات اللي بتبقى بين الحشو القديم ممكن تعمل لي مشاكل او ممكن تعمل لي خراج. فدلوقتي دي بنسبتها بتقل شويه. تاني حاجه الجتر عندي او الكنال عندي هو مش حاجه بدخل اشيلها، لا هي ليها قنوات فرعيه. زمان كان صعب قوي ان الحشو يدخل في القنوات الفرعيه دي، دلوقتي لما الحشو بعمل له انجكشن جوه الكنال فبقيت احقنه جوه الكنال، فبقى سهل قوي ان هو يدخل وينشف جوه، فبقيت نسبه الفيليرز بتاعتي او نسبه المشاكل بتقل كتير. ساعات بنسمع ان بعد حشو العصب بيتطلب ان احنا نعمل دعامه او طربوش. تمام. ناس كتير ما تعرفش يعني ايه دعامه او طربوش. تمام. يعني ايه بقى؟ اولا الدعامه حاجه والطربوش حاجه تانية خالص. حلو. تمام. الدعامه مبدئيا كده مش كل الحالات بتحتاج ان احنا نعمل لها دعامه، بنعمل دعامه للحالات اللي الضرس فيها بيبقى مفقود فيه جزء كبير قوي. فبنقدر ان احنا نحاول نبنيه تاني بيعيش فتره اطول. فالدعامه دي بتبقى عباره عن زي ما نقول حاجه كده او مسمار بنحطه بيبقى جزء منه في الجدر وجزء منه خارج في الكراون، هو الاساس اللي انت بتبني عليه، الاساس اللي احنا بنبني عليه الحشو عشان يسبورت الحشو ان هو يبقى اقوى شويه. بالظبط كده. تمام. فبنعمل كده، بعديها بنبدا نبني الحشو بتاعنا بحيث ان السنه بتبقى اقوى وتبقى حالتها احسن شويه. تمام. بالنسبه بقى للطربوش ده الكفر اللي انا
بغطي بيه السنه عشان اقدر احافظ عليها. يعني انا بعمل دلوقتي يعني دعامه وتربوش، الدعامه اللي هو المسمار اللي احنا بنحطه في السنه وبنبني عليه على اساسه الحشو، وبعد كده بغطي الحشو ده بالتربوش. بغطي السنه كلها، الكفر السنه كلها بالتربوش. التربوش ده بقى بيبقى يعني بيبقى في منه انواع كتير. أوكي. ده اول حاجه، بس هو عباره ان انا بجهز السنه بتحضير معين او برد معين بحيث ان هي تحافظ على السنه. سؤال مهم، يعني هي الفكره كلها التربوش، احنا بنعمل تربوش ليه بعد السنه؟ اولا بعد حشو العصب احنا دلوقتي بيبقى عندنا مشكلتين كبار قوي. اول حاجه ان العصب او الفلويدز اللي جوه السنه دلوقتي او جوه الضرس دلوقتي مش موجودين، فالسنه بتبقى بريتل او هشه ضعيفه جدا، فممكن مع الضغط او الاكل عليها تتكسر على طول. تتكسر بسهوله جدا. تاني حاجه احنا دي كانت من نعم، طبعا من نعم ربنا علينا ان هو عمل لنا ريسبتورز، ان هو العصب ده عنده الاحساس بالالم. فانا لما اجي اقعد او اعمل حاجه جامده شويه فالعصب هيحس بالالم فانا هوقف هفتح بقي. تمام. انما دلوقتي انا شلت العصب فما بقاش فيه احساس بالالم. فخلاص انا مهما ضغطت مش هقدر احس بالالم، فممكن اكسر الضرس. فعشان كده دايما بنحب نعمل الكراون بعد حشو العصب. اوكي. انا عايزه يعني افهم برضو حاجه معينه، يعني احنا ساعات لما بنحس بالوجع بتاع العصب دوت ما بنقدرش نستحمله، بس يعني وانس ابون ا تايم يعني بيروح خلاص. تمام. هو مش بيروح، هو طبعا الالم بس بيروح، بس المشكله مش بتروح. اوكي. انا طبعا في الغالب ممكن يحصل ايا كان بقى الوجع اللي حصل ده، سواء في تسوس ايه سايد افكتس، بس يعني او الاثار الجانبيه اللي لحضرتك ممكن تحصل. عايز اشرح من الاول عشان نوصل للسبب نفسه. اول حاجه ان احنا بيكون في تسوس او في مثلا سنه اتكسرت او ايا كان السبب. حلو. فبتوصل للعصب فبنبدا نحس بالم شديد جدا لان العصب بيبدا يلتهب وبنبدا يبقى فيه مشاكل. تمام. طبعا احنا بنسيبها ناخد اي حاجه بقى وبنسيبها تهدي الوجع، وفجاه نلاقي الوجع ده اختفى. هو في الحقيقه الوجع اختفى مش عشان انت خفيتي، الوجع اختفى عشان العصب مات مبقاش فايتل. فبدا يتعفن، فبدا بعد ما يتعفن بدا يعمل خراج. فالخراج ده مشاكله كتير جدا. هو مشاكله ممكن ده ابسط حاجه فيه ان هو بيبدا ياكل في العظم الفك اللي تحت الضرس نفسه. فطبعا احنا مش عشان الوجع راح لا ان كده خلاص احنا خفينا، ان احنا خلاص احنا كده ده المشكله اصلا هتكبر وهتتصاعد، المشاكل للاسف المنتشره جدا. طبعا طبعا المشكله كلها في الاهمال. احنا لو تجنبنا حته الاهمال دي الموضوع هيبقى سهل جدا، هيبقى الطف كتير واسهل. طب نلحق ناخد اخر سؤال معانا عشان بس وقت الحلقه. طبعا. ايه هي الطريقه الصحيحه للعنايه بالاسنان؟ تمام. هما حاجتين، اول حاجه ان احنا طبعا نحافظ طبعا على غسيل الاسنان كويس جدا، وبالذات اهم غسيل الاسنان بالنسبه لي هيبقى قبل النوم. ده مهم جدا عشان ما اسيبش الاكل او الرواسب ان هي تفضل في بقي الفتره الطويله دي كلها. تمام. تاني حاجه بستخدم يعني في نفس الحاجه بعد غسيل الاسنان بعمل المضمضه بتاعتنا، موسوش ايا كان. المضمضه دي بجيبها من الصيدليه عادي؟ الصيدليه عادي، وبيبقى ليها انواع كتير جدا على حسب الحاله. وثالث حاجه وده مهم قوي اللي الناس كتير بتنساه، دنتال فلوس او الخيط الطبي. ما بين الاسنان دوت تنضف بيه. ليه؟ لان احنا عندنا السنه ليها 5 جوانب. حلو. الفرشه بتاعتي بتنضف 3. احنا بننضف من هنا ومن فوق ومن هنا. تمام. الجزء اللي بين السنان ده الفرشه صعبه قوي تدخل فيه. فبنحتاج ان احنا نستخدم الدنتال فلوس عشان ينضف الجزء. بس تاني حاجه طبعا ان احنا نعمل زياره لدكتور الاسنان بتاعنا كل 6 شهور. حلو. التشيك اب اللي هو الطبيعي عادي ان احنا بنروح دلوقتي بنطمن على اسناننا، بنعمل تنظيف الجير بتاعنا والتلميع. الدكتور بيبص على باقي اسناننا، هل في تسوس، هل في مشكله، هل في حاجه نقدر نلحقها من بدري. دي حاجه كويسه جدا، اولا بتساعد ان احنا ما نتعبش، ما يكونش فيه الم. تاني حاجة ان احنا بنقلل حتى ما نسيبش الحاجة اللي هي تبوظ قوي فتكلفتها تبقى أعلى. كتير او اعلى. بالظبط. دكتور احمد محمد حاتم نورتني بجد النهارده جدا، يعني كنا مبسوطين بوجود حضرتك معايا النهارده، وان شاء الله اكيد يعني هنستفاد منك من الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله. عشان أكيد بشرف يعني ليه. اكيد ناس كتير قوي النهارده بتتفرج على الحلقه استفادت منها من موضوع الاسنان ده بالذات، لان هو فعلا مؤلم لكل الناس الصراحه. انا اللي مبسوط جدا ان انا كنت مع حضرتك. ميرسي جدا. اعزائي المشاهدين لسه مكملين معاكم باقي فقرات حلقتنا النهارده، بس هنطلع فاصل بسيط ونرجع لكم تاني على طول.
بعد الفاصل. ودلوقتي جه وقت جولتنا داخل معرض اساس دمياط، وبالمناسبه احنا عملنا الحلقه اللي فاتت قبل العيد عن معرض اساس دمياط، وعايز اقول لكم ان الحلقه كسرت الدنيا والناس كانت بتستنى ميعاد المعرض. فدلوقتي في مفاجاه حلوه جدا ان المعرض شغال لحد يوم 27/4 في نادي السكه الحديد في مدينه نصر، والدخول مجانا. فدلوقتي تعالوا ناخد جوله كده جوه المعرض ونشوف المنتجات اللي موجوده، وناخد رينج عن الاسعار شويه ونشوف الحاجات الحلوه اللي عندهم. يلا بينا. احلى حاجه في المعرض هنا بقى ان انت هتلاقي ذوقك مهما كان، اي حاجه موجوده الناس اللي بتحب الشغل الدمياطي او الاساس الدمياطي موجود هنا. لان المعرض للي ما يعرفش المعرض بيضم اكتر من 25 واحد من مصنعين الاساس في دمياط، يعني من المصنع للمستهلك مباشره. طبعا الاسعار بتبقى هنا في المعرض اسعار كويسه طبعا مقارنه بالاسعار بره. فتعالوا ناخد جوله ونشوف كده ايه يعني عينه من بعض المنتجات اللي موجوده في معظم العرضيه. تعالوا كده يلا. مساء الفل، ايه الاخبار؟ تمام والله الحمد لله. من الدوره الكام للمعرض دي؟ تقريبا الثامنه او التاسعه المعرض ما تعدش. كلمني برضو عن الخامات اللي موجوده عندكم، يعني المنتجات اللي انا شايفها الجميله دي كلها، دي معموله من اخشاب ايه؟ طبعا ده شغله. تعالى كده ناخد جوله كده. تعالى كده يا احمد تفرج الناس على الحاجات الحلوه دي. ده شغل ايه بقى؟ اتفرج. دي طبعا مثلا ديزاين عاملينه، دي ترابيزه بكراسي وممكن معاها سفره كامله برضو حسب المساحات الصغيره اللي موجوده طبعا حاليا. ايوه دي طبعا مزوده بادراج من الطرفين. حلوه دي، شفت الحركه دي صورتها. وده طبعا الظهر بتاعه بالقشر ارو طبيعي او اي قشره طبيعي. احنا برضو يعني بنهتم ان احنا نعمل الميكس بين الاثنين، المودرن وفي نفس الوقت من داخل لها قشره طبيعي. فين عروض اسعار غير عاديه مع الخشب الطبيعي بتاعنا؟ لو حضرتك جبشيت الكاميرا كده هتشوف احلى خشب. ازر يا احمد الحاجات الجميله دي. واحلى موبيليا عندنا عروض كبيره قوي. قول لي بقى سعر بقى مثلا. انا هقول لك الانتري ده دلوقتي حالا بكام وفرصه. يلا يا احمد هات الانتري. الطقم ده مكان 45 معروض هنا ب 33,000 وده سعر التكلفه في دمياط. يلا اهو. وده برضو في عينه اهي الغرف النوم. طبعا زي ما قلت لكم ان في كل حاجه الناس بتدور عليها، سواء غرف نوم، سفر، انتريهات، غرف اطفال، اي حاجه موجوده. فبرضه هو معانا هنا ايه معرض من ضمن العارضين. تعالى كده يا احمد معايا. مساء الفل. تمام زي الفل الحمد لله. ايه عندكم عروض النهارده ولا ايه؟ عندنا كل حاجه حلوه ان شاء الله. قول لي كده الانتريه الجميل ده بكام؟ عندنا الانتريه ده عامل 29,000. 29,000؟ ده كنبتين ولا كنبه؟ كنبه واثنين فوتيه. كنبه واثنين فوتين. 29. 29,000. حلو قوي، جميل ده. برضو رينج الغرف الشبابي بتبدا من كام؟ عايزين نعرف الناس. اول 19,000 الغرف الشباب برضو. وعنده مشكله حلوه غرف النوم الماستر برضو بتبتدي من 45. من 45. حلو قوي، شكرا ليك. وده برضو كذا شكل. طبعا احنا في اشكال كتير جدا من غرف النوم والسفر. فتعالى تعالى يلا نتفرج. حلو الشغل ده، شغل الدمياطي، الكبس الدمياطي والخشب الطبيعي. الركنه دي الترند المنتشره، السرير والصحاره والساوند سيستم والكاب هولدر والحاجات الحلوه دي. يعني دي حاجه من الحاجات المميزه تقريبا والاكثر مبيعا بتبقى في المعارض هي الركنه دي، لان الناس بتحب تجيبها عشان بتوفر في المساحات وحاجات كتير. شوف بقى الانتريهات الجميله والتصميمات الحلوه الترند الفتره دي. يلا بينا. ده بقى الانتريه الباندا اللي بيقولوا عليه، القماشه اللي هي الفوطه دي. مساء الفل، ايه الاخبار؟ منورين. خليك، ده نور حضرتك. ايه الاخبار؟ المعرض عامل ايه؟ انا جاي المعرض علشانك انت اصلا. ايه ده شرف ليا بجد والله، مش عشان انت قدامي والله. انا اصلا ربنا يبارك المعرض من الفيديوز بتاعتك. والله دي حاجه تشرفني جدا. لما جيتي بقى لقيت الحاجات اللي انا قلت عليها او الكلام اللي انا بقوله يعني حقيقي؟ الكواليتي ما شاء الله تحفه. كل المعارض، الاسعار، احنا طبعا علشان نشتري حاجه فاحنا عدينا على معارض تانية كتير قوي قوي قوي. فرق الاسعار رهيب 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 بجد. فيعني ربنا يبارك لك ان انت عرفتنا. ربنا يبارك لك يا رب، ده شرف ليا والله ومنورين. ميرسي لحضرتك. ماشي، بالتوفيق دايما. ريسنج بقى طبعا، الدولاب الازاز الدريسنج ده طالع ترند وكل الناس بتدور عليه. برضو دي غرفه المفروض شبابي
برضو التصميم بتاعها حاجة كده. اه شفت الحركات، تنور سنسور وحركات يعني. دي برضو من الأفكار الجديدة لغرف الشباب، عاملين الدولاب بشكل كده، بص كده عاملين ظرفتين هنا بتقسيمة جميلة قوي، والناحية التانية عاملين الدولاب إزاز، الدرف إزاز زي الدريسنج، وفي النص إيه الشكل ده كده. فيعني ديزاين برضو جديد وأفكار جديدة بصراحة. أكتر حاجة عجباني هنا بقى الأنتريهات والركن، في شوية تصميمات أنتريهات وركن جامدين جدا. الركنة بتبدأ من 22، من 22 لحد 30. حلو، دي الركنة تمام. وعند الانتريه بيبدا من 33 لحد 42. يعني بص يا احمد، يعني هنا فعلا الركنه دي عباره عن بفات كلها قطع. هو واثق من شغله السفنج، فهو بيعمل دعايه للمنتج. لا ما شاء الله فعلا، حتى تضغط كده تلاقي الحاجه دي جايه مكانها. اي حد هيقعد وهيقوم عادي يعني. انما انا اتفرج على الجوده كده يا باشا. بكام بقى دي اللي جودتها حلوه دي؟ قول لي بقى سعر كده خلاص لاخر المعرض. انا عاوز اقول لك ان مش دي. طب قول لي. على كل الشغل نفس الجوده، نفس الخشب زان احمر طبيعي، كثافه السفنج زي ما حضرتك شايف. هو ده الشغل الجديد. عندي استاذ محمود من ده بيلف على دوار استلس، وعندي منه بخشب على دوار خشب، وعندي منه برجول خشب عاديه. حلو قوي. الزبون كل حاجه هو نفسه فيه. حلو قوي. عايز يتمرجع، عايز يتمرجع، هيمرجع، عايز يفرد هيفرد، يلف هيلف. كل الحركات موجوده ان شاء الله. حتى الصالونات برضو موجوده عندهم، يعني برضو اللي بيدور على صالون او الستايل بتاعه والصالونات فبرضو موجوده وباسعار كويسه. يعني انا شايف حتى لفت انتباهي الصالون ده شكله جميل. ايه الاخبار؟ ايه الحلاوه؟ قول لي سعره بقى اهم حاجه. احنا النهارده برضو بنعمل خصومات. الطقم الصالون ده مثلا كان بيتباع ب 47 وب 48. كان دلوقتي بقى المشاهدين 42 عشان خاطر قناه النهار في خصم اضافي على 42. انا حركت اعمل لك كمان خصم 1000 جنيه ولا 41. يلا الركنه دي بقى كانت من الحاجات الجامده جدا، عملت لها فيديو كسرت الدنيا. تعالوا بقى نشوفها كده زي ميكانيزم كده بيفتح المسند ده ويقفل. يا سلام، شايفين الشقلبه؟ حلو قوي، حلو قوي. وده فيه يو اس بي هنا كان تشحن وكده. حلو قوي. فكره السرير، سرير كمان دي في الركنه الصغيره دي فيها سرير. يا سلام. وبقى ايه متين؟ السفنج العرض بتاعه 30000 28 27. لا عشان خاطري بقى 26. وبرده السفر برده دي من السفر المميزه اللي عجبتني. تمام، تعالوا برده ناخد كده ديزاين كده بتاعها، عباره عن نيشين تاتش كده وشغل يعني عالي خالص. حلو قوي. مساء الفل. مساء الجمال حبيب قلبي. ايه بتتعاقدوا النهارده ولا ايه؟ ان شاء الله ربنا يسهل ويكون في خير ونتعاقد مع الاستاذ ايهاب. طب على السفره دي ولا على؟ والله على مجموعه حاجات من السفره بس ان شاء الله. صراحة الراجل لقينا شوية حاجات كده جميلة، عجبنا أوضة أطفال وعجبنا أنتريه ولقينا الشغل عنده حلو والأسعار حلو. يعني ننصح الناس لو حد أول مرة يعرف المعرض، المعرض ده كويس يستاهل إن حد يجي يشوف؟ والله أنا أقول لك لأن مش أول مرة أجربه. أنا جربته مرة في الشيخ زايد. اشتريت منهم قبل كده؟ في الشيخ زايد، وكانوا عاملين نفس العروض. بلاقي فرق في الأسعار بصراحة والجودة والخامة. ألف مبروك. الله يبارك فيك. إيه الأخبار؟ الحمد لله. حكيتوا على ايه في المعرض هنا؟ والله هو كان في عرض حلو، وهو قال لنا عليه ان احنا لو خدنا من عنده الاربع اوض هيبقى كان كام؟ كان 115000. فبصراحه لقينا الاوض كلها ما شاء الله، الخامات حلوه وكل حاجه كويسه، فما خدناش مع الراجل الوقت، كنا خلصنا كل حاجه بسرعه على طول. طب الحمد لله. طب رايك ايه يا عروسه في الحاجات اللي انت اخترتيها؟ لا الحمد لله، يعني وافق عليها ولا هو اللي؟ لا وكان مدينا مساحه كمان في التنقيه، يعني اخترت كل حاجه ولا هو اللي اختار؟ لا شارك معايا الراي برضو. طب كويس، كتر خيرك والله. هيبقى الف مبروك وربنا يتم لكم بخير ان شاء الله. زي ما قلت لكم ان الانتريهات هنا والركن تقريبا اكتر حاجه في المعرض واكتر حاجه شداني اصلا. فبرضو تعالوا، دي برضو عينه تانية من التصميمات الانتريهات. مساء الفل. مساء الفل يا استاذ يوسف، منور، ربنا يخليك. الحلويات اللي عندك ربنا يبارك لك يا باشا. احنا دايما كل مره بنطلع معرض لازم نجيب حاجه جديده نفرح بها العميل بتاعنا والزبون بتاعنا ما شاء الله. قول لي بقى الاسعار عندكم بتبدا من كام؟
عندنا بتبدا من عروض عندنا حاجه ب 32 عاملين عليها عرض ب 26000 جنيه وجبت الانتريده حلوه قوي. تعالى تعالى نشوف تعالى ده بكام؟ ب 26 ده ب 26000 جنيه حلوه قوي ومتاح جميع الالوان بتاعته والزبون لو عايز يشيل دلوقتي يشيل. طب ايه تاني وديني عندي ده من اصل 39 عاملين على عرض 31000 جنيه 31000 جنيه انت كده جميل قوي وحاجه لسه جديده. وزي ما شفنا الانتريهات وغرف النوم من الصفر نخش على الاطفال بقى والشبابي ولفت انتباهي اوضه الاطفال او السرير اللي بدورين ده اللي معظمنا عشان المساحات بيدور عليه. قولي لو حد عايز يشتري دلوقتي غرفه اطفال من اول كام كده؟ من اول 18000 بالمله بتاعتها برضه هديه. احنا بنبيع خامه عامل السعر الخامه اللي انت حضرتك بتشتريها الخامه حضرتك بتشتريها خامه طبيعيه كلها قبل كاس سي بي سي خشب مسكي شنابل عندنا كلها زي ده الكبس البلدي اللي هيش عندك طبعا دي ب 18000 18000 بالمله بتاعتها بالمله بتاعتها. طب السرير الدورين ده بس سرير الدورين ده يا فندم كنا عاملين على عرض ب 25000 نزلنا لعملائك ولاي حد يجي لنا من طرفك ب 22000 22000 احفظوا السعر ده والكلام ده. بصوا الحركه دي كده تنور كده تفصل حلو ده ايه الشغل الجامد ده جامد عشان حضرتك شفته بس الله يبارك لك الله يبارك لحضرتك. الرينج الاسعار غرف النوم عندنا رينج الاسعار بفضل الله نازلين هنا بعروض محترمه جدا يعني توصيه من النقابه وبرده عشان نساعد العرايس اللي داخله جديده يعني يعني حاجه زي كده نازل عليها عرض من 64 عامله 49500 49500 ده الدولاب ده الدولاب بتاعها برضو في برضو غرف شباب كتير بقى وتصميمات مختلفه. تعالوا كده برضو تعالى معايا كده نشوف. مساء الفل ايه الاخبار ازيك عامل ايه ازاي حضرتك الاخبار والله ده انا منور يعني والله انت اللي منور الدنيا والله ازاي حضرتك ايه جاي من فيديوهاتنا ولا ايه طبعا ده انا والله ما فيش صفحه غير لما بشوف حضرتك عليها يعني سبحان الله الله يبارك لك انا كل شويه بنط لك خيلتوك انا طب انت اللي موجود عليها طب قول لي بقى بانك جيت هنا المعرض قول لي رايك ايه صراحه يعني هو كل فين وفين لما في حاجه بتنزل لنا زي كده طبعا وحاجات طبعا بنستناها يعني الحاجات دي مثلا مش متواجده فهم بيكملونا طبعا واحنا كلها واحد يعني فالحمد لله عجبتني حاجات كتير وغير الخامه وغير الحاجه هنا والاسعار كمان مختلفه عن بره بكتير جدا. قول لي اتعاقدت على ايه بقى النهارده او ناوي تجيب ايه؟ لا بص اوضه اطفال تمام عجبتني جدا تمام دي اللي اتعاقدتوا عليها حلو قوي فعجبتني بصراحه وحاجه ممتازه يعني وكمان عاملين معانا الصح يعني طبعا على مجيئتك زي الفل طيب مبروك ربنا يتمم بخير ان شاء الله الله يخليك ان شاء الله خليك والله. قول لي بقى الاسعار انت بقى بتبدا لا والله الاسعار الاسعار عامل خصم 20% والله لا قول لي السعر ما تقوليش 20% الغرف الشباب بتبدا من كام؟ من 35 من 25 ل 35 من 25 ل 35 دي سرير مترين ولا متر و80؟ المتر و50 متر و50 عباره عن متر و50 واثنين سرير 120 وكمودين بالبرواز بتاعها ب 25 تبدا ب 25 الدولاب الحاجات اللي زي دي المترين بالتسريحه باثنين سرير بالكمود حلو 35 وانا ماشي كده بقى لفت انتباهي كده كام حاجه وخصوصا السفره دي الكراسي بتاعتها بصراحه لقيتها حاسسها ديزاين بتاعها مميز كده وجديد والقشره تحس انها بترجعك كده للعراقه بتاعه الاساس زمان يعني وبرده الركنه دي تعالوا كده نشوف فيها فكره جديده بداوا يعملوا الكرسي ده بيلف كده 360 درجه حلو قوي لو انت لو عايز حاجه من هنا تجيبها من هنا عايز حاجه من هنا تجيبها من هنا فحاجه بصراحه جميل قوي. طبعا بيبقى فيها سرير وفيها زي وحده تخزين او بيسموها صحاره تمام تفتح كده اهو فحاجه جميله جدا وده سرير وفي معاها البف او الترابيزه فتعال ناخد كده رينج عن الاسعار. مساء الفل ايه الاخبار زي الفل والله عامل ايه طب نورنا والله ربنا نورك والله حبيبي استاذ محمود إيه قول لي كده بقى رينج الاسعار عندك انا شفت حاجات بصراحه عجباني قوي يعني مثلا السفره دي حاجه هي الاسعار طبعا ارتحت جدا عن قبل كده قول لي الركنه دي انا حابب اعرف الركنه دي قول لي بقى الركنه دي بقى سعرها 24000 سرير وصحاره والكرسي الدوار ده معاها ده كرسي اضافي ومعانا كمان الترابيزه بتاعتها دي 24 دي 24 حلو قوي ما شاء الله دي خشب زان كلها خشب زان بالكامل طبعا عندنا قماش كتان حلو قوي ده معالج ضد الاتساخ يعني ضد الاتساخ لو في بقع او حاجه بيتنضف سهل جدا حلو قوي وبرده دي من الحاجات المميزه دي سرير ده ولا بوف ده ولا ده هنا معانا بنكت بيكبر القعده بتاعت الركنه دي فبتبقى كلها سرير يعني. كده بيفتح كده فخلى القعده كلها حلو قوي ده انت عملت اوضه يعني عملت سرير كبير ما شاء الله عملنا السرير بتاع اوضه كبيره حلو قوي البنكت ده متحرك سيف حرك البنكت كده
طبعا المتاح ان انت لو حد عايز يغير لون قماش كل ده متاح معانا، كارتيلات القماش موجوده بنغير الالوان اللي هم عايزينها كلها. الاستلام بيبقى في خلال قد ايه مثلا؟ يعني في خلال 20 يوم نستلم اي لون احنا عايزينه. سعرها في العرض عامله 25000. 25 والله حلوه جميله. والضمان عندكم ضمان؟ عندنا ضمان على الاخشاب كلها 10 سنين. 10 سنين على الاخشاب كلها. حلو ما شاء الله تحفه. طب شكرا ليك. وبص كمان عندنا على دريسنج. تعالى كده شوف الدريسنج ده، ناس كتير جدا بتسالني على فكره الدريسنج بقى كل حاجه. ده بيتعمل بقى على حسب المقاس، كله بالمقاس، المقاس على المقاس بتاع العميل. تنزلوا ترفعوا من عند العميل ونسلمه كمان في الشقه بمقاساته. وبرده في لفت انتباهي برده الالوان دي او الديزاين بتاع الانتريه ده، بقى بعيدا عن جو الباندا والحاجات دي، ده بيرجعنا للعراقه كده والستايل بتاع ايام زمان. ستايل فل. مساء الخير، قول لي ايه الاخبار وايه الالوان الحلوه دي؟ ده عينيك اللي حلوه. الله يبارك لك. قول لي ايه الجديد في الانتريه ده؟ ايوه وريني الميكانيك. كده بقى زي سرير كده. كده بقى سرير شبابي. قاعده كده متر كبرت. في 170. طب الميكانيزم ده عملي يعني؟ لا عملي. يعني ليه ضمان الحاجات دي؟ عليه ضمان 10 سنين ضد عيوب الصناعه. 10 سنين. 10 سنين. حلو جميل. قول لي سعره بقى الانتريه ده. سعره ده قبل الخصم كان 29، عاملين عليه خصم النهارده 26000. 26000؟ لو حد جه من قناه النهار هيبقى 25000. انا بحرج الناس عشان اديكوا اسعار، بس اخر يوم في المعرض يوم 27/4. يا تلحق يا ما تلحق. تعالى في عندك تاني هنا، ده تبعك برضو الحاجات دي؟ الانتري ده تبعنا. حلو. ده برضو القماشه اللي هي الفوطه. الانتري ده ترند اليوم ده. بكام ده بقى؟ ده عامل، هو كان يعني انت عارف معدل الاربعينات. مالناش دعوه بكام دلوقتي بكام دلوقتي. لمتابعين استاذ محمود هيبقى 31. 31. 31000. ما شاء الله حلو والله، اسعار حلوه. ده بقى اكتر حاجه بقى ايه الناس بتدور عليها، يقول لك انا عايز ركنه ريكلاينر او طقم ريكلاينر او بيسموه ليزي بوي. فالركنه دي بقى من الحاجات المميزه جدا هنا، دي بتبقى عباره عن في كرسي ريكلاينر كده بيتهز زي ما انتم شايفين، وبيفتح سرير من تحت من هنا. والركنه دي بتعمل ايه؟ قول لي بقى المميزات بتاعه الركنه دي. انا مش عارف اهو سفنجه. حلو. فيها شحن وايرلس. تعالى يا احمد كده وريني كده في ايه. فيها شحن وايرلس وساوند. يعني ده الشازلونج الموبايل هنا. كده يا احمد قرب. وده الشازلونج بتاعها ومعاه كرسي هنا اضافي. يعني الكرسي ده غير الكرسي اللي في الركنه اصلا. فيها اتنين كرسي ريكلاين، فيها ساوند سيستم وشاحن وايرلس ويو اس بي كمان. تقدر تشحن كمان. والقعده بتاعتها من السفنج، القعده بتاعتها بوكيت سوست زي المستور بتاعه بالظبط. والله يعني سوست دي سوست زي اللي في المرتبه كده بالظبط. مش بالظبط نفس الفكره بتاعتها بالظبط. قول لي سعرها بالكرسي ايه ومن غير الكرسي ايه لحد اخر المعرض؟ سعرها بالكرسي 36.5، من غير الكرسي 27. الكرسي 9.5. حلو قوي. يعني لو هتشيل الكرسي هتاخدها بكام؟ 27. لو هتحط الكرسي 36.5. انا شايف ان هي فيها كرسي، يعني ممكن الناس تستغنى عن كرسي غير الكرسي ده. حلو قوي والله حلو. 27 من غير الكرسي. 27 من غير الكرسي. تمام. طب ما فيش خصم لقناه النهار يعني؟ فيها خصم 1000 جنيه تبقى 26. شفتوا يا جماعه حلو الموضوع ده قوي. ده انا بضغط على الناس عشان نعمل لكم خصومات. ومش بس المعرض فرنتشر بس، لا ده كمان مش ناسين المراتب. يعني برضو المراتب في جزء كده للمراتب هنا مساء الفل. عندهم تقريبا ايه كل حاجه. ايه الاخبار؟ اغلب الشركات موجوده تمام. يعني قول لي بقى انت كده لو حد عايز يجيب مراتب دلوقتي اول حاجه بيعملها ايه؟ عندك ايه يعني في شركات معينه ولا في كل يعتبر 80% من الشركات الموجوده في مصر طبعا الخامات كلها مستورده، كلها عليها عروض، في مواصفات طبيه، مواصفات اللي فيها موماري فوم لاتكس، حاجه مثلا اللي عندهم الام في العمود الفقري، الكلام من ده، حاجه للبشره، كل ده موجود. الاسعار بقى ايه؟ بتبدا من كام عندك؟ الاسعار كل المستويات موجوده، والفكره ان كل الشركات هنا مقدمه خصومات، يعني من اول مثلا 5% لحد 25% في ما شاء الله. وكل الشركات العالميه يعني مثلا تنصح مثلا دلوقتي العرسان اللي بيجهز مثلا يعني حط رينج مثلا يقدر يجيب المراتب بتاعه البيت مثلا في رينج كام؟ مراتب يعني مثلا غرفه نوم وغرفه اطفال مثلا او اتنين اطفال مثلا. في شركات بتبقى عامله فعلا باكج بيبدا من اول 10000 جنيه الثلاث مراتب بمخداتهم وخدادياتهم. حلو قوي. من اول 10000 جنيه مظبوط. لا ولفت انتباهي بقى حاجه هنا ايه جامده قوي. بصوا المكان ده، تخش كده السكشن ده تلاقي فيه شويه انتيكات وشويه حاجات عظمه، لا تحس ان انت داخل متحف حقيقي والله. ايه الحاجات الحلوه دي؟ يعني شايفين الجمال. تعالى كده قرب الكنب والحاجات اللي هي كنا بنشوفها زمان دي اللي بتبقى موجوده في القصور والمتاحف حقيقي فعلا يعني. والشايف انت التابلوهات اللي متعلقه دي كلها والشغل الهاند ميد
والكراسي والحاجات الكلاسيك والنيو كلاسيك. ان شاء الله انا شايف حاجات تحفه. تمام. قول لي بقى رينج الاسعار ايه يعني؟ مثلا التابلوهات بتبدا من يعني كذا يعني طبلوهات مثلا يعني عندك الجبلان حاجه زي كده بيبقى من 1200 جنيه في حاجه مثلا زي كده يعني من اول 1200 جنيه مثلا. يعني احنا ما بنحاولش دايما، احنا بنحاول نقلل التكلفه بحيث ان احنا نتعامل مع الجمهور بحيث ان كل شيء يبقى ايه متوفر ليك كويس. بالنسبه للطبلوهات حتى الجبلان في دوت يعني حاجه زي كده بتعمل مثلا 1500 جنيه وده بيعتبر عالي جدا. على الشغل بتاعه على الجبلان التركي على المستوى دوت بيوصل للمرحله دي الحمد لله والشكر الحمد لله. بنحاول ان احنا برضه منتج كويس اسعار كويسه بنجذب بيها الجمهور بنقول لهم احنا منتجاتنا معاكم اهيت ويجوا يتفرجوا ويشوفوا ويقارنوا بنفسهم. عندنا طبعا حاجه زي الشغل ده هاند ميد، كل هاند ميد يدوي، كل ده خشب زان حضرتك العظمه دي كده، دي معموله القيمه اللي معموله دي معموله بالايد خشب ذات نفسها ده كل ده. بص حضرتك طبعا هنا المنتج بتاع الشغل الخشب ده في الميني بتاعه دوت بيبقى على فكره مكلف وبيبقى غالي جدا. بس احنا طبعا ما بنوصلوش لغالي جدا يعني مثلا رينج مثلا قول لي الكنبه بالاثنين فوتيه اللي احنا قاعدين عليهم دول رينجهم كام مثلا؟ يعملوا 23 23؟ 23 معاهم ترابيزه ولا من غير ترابيزه؟ زي كده بال 23 استاذ محمد قول لي بعد الحاجات الحلوه جدا اللي انا شفتها النهارده دي والطفره اللي انتوا عاملينها في القاهره قول لي النجاح ده يعني جه ازاي؟ والله الحمد لله استاذ محمود هو على فكره دي الدوره العاشره في نادي السكه العشرة وطبعا انت موجود معانا دايما بتغطي الشغل بتاعنا وده فارق معانا جدا كمان وكان من ضمن خطتنا ان احنا نكسب ثقه العميل ده المهم اهم حاجه ندخل السوق اهم حاجه. فالحمد لله رب العالمين انت شفت المعروضات كل معرض فيه ارتقاء فيه بنحدث كل الموديلات. النهارده ثقه العميل في معرض اساس دمياط بنادي السكه بقى من غير حدود الحمد لله وده اللي انت شايفه حقيقة. انا شفته بصراحه من اراء الناس يعني ما شاء الله الناس ما مبسوطه كلها. احنا الحمد لله عاملين الفرق في السوق في القاهره. ليه بقى؟ انا من الصانع للمستهلك دي ده الشعار بتاعنا. مساعده الدوله لينا والدعم اللي بتقدمه لينا لازم برضه يبقى ليه مردود على الشباب، مردود على السوق المصري على المواطن المصري. بنبين ايه هي الصناعه المصريه ان شاء الله. قول لي بقى انا بعد ما يخلص المعرض يخلص يوم 27/4 ان شاء الله قول لي خطتكم اللي جايه هتبقى فين؟ في المبادره الوطنيه في معرض ان شاء الله ده معرض الدوله دعمه معرض غير نادي السكه للقطاع العام والقطاع الخاص في الترجمان في وسط البلد ان شاء الله حلو قوي. تقسيط لمده 7 سنين بدون مقدم ده مدعوم من الدوله في 5 بنوك داخله فيه في المبادره ما شاء الله حاجه جميله جدا. وبعدين مش منتجات الاساس بس كل المنتجات كل حاجه النهارده اللي الشاب اللي عايز يجهز نفسه الاب اللي عايز يجهز بنته اي حاجه يا باشا وهم موجودين هنا موجودين ده تقريبا الميعاد بتاعه هيبقى امتى برضه عشان المشاهدين تمام مع الشهر ده حلو قوي ده خلاص انت تخلصوا هنا 3 ايام وتبقوا هناك كل القطاع العام في مصر هيشترك في المعرض كل النقابات كل الشركات البترول الغاز كل الصناعات قطاع الاعمال مصر كلها ان شاء الله موجوده ان شاء الله المبادره دي عشان نساعد برضو الشباب ونساعد الناس والبلد برضو يعني دايما انا بركز على دي حقيقي لان في دعم حقيقي من الدوله موجود احيانا في بعض ما بيظهرش لكن احنا علينا ان احنا نظهر الدعم ده. اما الناس بتسالني اسكندريه ليه مش حابين تروح لان ناس كتير جدا بعتت لي طب هو مش هيجوا اسكندريه احنا نعمل في اسكندريه احنا دايما ان شاء الله يبقى في ان شاء الله ان شاء الله بعد الفتره اللي جايه دي انت عارف زحمه المعارض والثقه اللي احنا اكتسبناها من الناس بقت مسؤوليه كبيره علينا مش نقول لحد حاجه ان شاء الله موعد اهل اسكندريه ان شاء الله ان احنا نكون موجودين وعند حسن حظهم ان شاء الله رب العالمين. انا بشكرك جدا والله يبارك لك النهارده نورتنا شكرا ان شاء الله من نجاح لنجاح يا محمود شكرا ليك وبكده تكون خلصت جولتنا في معرض اساس دمياط وخلصت حلقتنا واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الثلاثاء وعايز افكركم تاني ان معرض اساس دمياط موجود دلوقتي في نادي السكه الحديد لحد يوم 27/4 والدخول مجانا في نادي السكه الحديد في مدينه نصر.